رجل الدين هذا الوديع اللطيف هذا رجل الدين خابرني الساعة ب 12 و 45 دقيقة يعني وحدة إلا ربع بالليل أدري شيخ شعدك قاعد للوحدة إلا ربع بالليل تمام المهم مو شغلي فخابرني بالوحدة إلا ربع بالليل وهددني هسا ما اعرف منين جاب رقمي بس المهم ما يعصى عليهم هم بس هذا الرجل الوديع اللطيف مع سحر عباد جميل وياي كان شخص ثاني اذا كان هو ويجوز لا مو هو يجوز اكو واحد يصطاد بالماي العكر يريد يوقع بيني وبينه هسه اني حتى اطلع من هاي الحيره انه هو لو مو هو راح نتصل على نفس الرقم اللي اتصل علي البارحه ونشوف هو لو مو هو. شباب اتصلوني على الرقم وحولوا علي مباشرة. مطلوب مشغول حاليا يرجى المحاوله ما فيما يخال. بعد. خليه بالجو مشغول. ب... اي خليه وياي بالجو مشغول اريد اني اعرف عبر. اذا كان عبر. هو نفس عبر. الشيخ عبر لو لا. يرجى المحاوله فيما بعد. بدأ ارجع اتصل عليه مره ثانيه. عذرا رقم الهاتف المطلوب مشغول حاليا طيب نسوي لكم بلوك خاف في <applause> 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 دق عليا من غير رقم شوفه مشغول رقم الهاتف المطلوب مشغول هم مشغول حالياً جيد يرجى المحاولة فيه شباب حاولوا عليه بس يرن حاولوا علي المهم خلي احكي لكم شوي عن هذا الموضوع هذا رجل الدين اللي طلع ويا سحر انس قلت عليك قلت انه انت ما من حقك تلبسها حجاب الدين يقول غض البصر شوف غض البصر احنا مو زعاطيط تمشون علينا اللي تريدوه بعدين انا ايش قلت قلت يا ربي منين هذا الرجل يوميا طالع رجل دين جديد للساحه ومتصدر الساحه قلت منين هذا رجل الدين خل اسوي عليه سيرتش صغير فطلع امين عام حزب زين انت لما امين عام حزب وطاب للسياسه شكوا بالسياسه اصلا اوسخ مهنه بالعالم مهنه السياسه يا شيخ يا رجل الدين اوسخ مهنه بالعالم مهنه الكذب مهنه الحيله مهنه الخداع ايش عندك طاب للسياسة اذا انت رجل دين وما تقبل احد ينتقدك قال لي والله لا اقاومك عشائريا صايران يا لحت يركض على عشيرته والله لا اسوي والله لا اقاضيك وانا أعلمك شو تعلمني شو تعلمني النبي محمد عليه الصلاة والسلام انضرب بالطابوق ما جاب شيخ عشيرته الإمام علي انسب على المنابر ما جاب عشيرته يا شيوخ الألفين وثلاثة يا شيوخ الألفينات يا رجال الدين وين وين الصبر وين تحمل المشقة وين الحج المصفط اللي صفطوه على العالم اتصلوا عليه شباب وين الحكي المصفط اللي صفطوه على العالم؟ اسمع يا شيخ وائل الشمري. اولا انا ما عندي عداء شخصي وياك ولا اعرفك. ان شاء الله تكون من الولائيين، تكون من الفصائل المسلحه، يكون عندك ميليشيا ولا تعنيني ولا تهز شعره. هذا واحد. ثانيا خلي اقول لك شغله. رجل الدين يكون واعظ رجل الدين يكون إنسان لطيف أنتوا نصبتوا نفسكم رجال دين على مود السياسة واللي طب للسياسة يلط وتعرف شنو يعني يلط واللي ما يعرف سووا لي هاشتاج يا شيخ وائل الشمر اللي طب للسياسة يلط يعني متعرض للانتقاد ومتعرض لكل شيء يحشون عليك، شكو طاب للسياسه؟ روح اقعد بالحسينيه. لا تطلع بالتلفزيون وتحكي سياسه. لا تروح تنصب نفسك لمنصب مسؤول بالدوله وعندك حزب وامين عام حزب سياسي. متعرض لكل شيء وارجع واقول لك واعيد لك اياها، مو شغلك تلبس الحجاب لا لسحر ولا لغير سحر. وسحر من وراء حرقة القناة تتذكر يا شيخ؟ ألو آه خلوه يغنى بالجو ألو السلام عليكم عليكم السلام شيخ وائل الشمري تفضل حبيبي البارحة أنا يا قحطان عدنان البارحة خابرتني بالليل نعم حضرتك يعني منو؟ حضرتك مو اللي خابرتني بالليل؟ لا مدير مكتبي خابرك تفضل حبيبي نعم. قحطان تفضل عيني اهلا وسهلا بك شيخ انا عبالي اكو واحد انا عبالي واحد غيرك مخابر يريد يوقع بيني وبينك فطلعت لا انت اللي مخابر ليش انت استاذ عدنان انا منافق ليش سويني منافق غير لا. تسوي سيرش علي انا قلت يعني... انا اسمعني شيخ لا بسمعني. انا اسمعني انا بس خل اكمل لا لا, لا لحظه 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 انا ما متصل عليك حتى تكمل انا قلت هذا نفاق ما قلت انت منافق لا النفاق منو مسوي غيره صوت شباب ما اسمع مم. شيخ و... شيخ وائل سده اتصل عليه مرة ثانية اخاف عبال احنا سديناه ها شيخ وائل <تسجيل> تمام انا المهم انا مو المهم عندي هسه ترد او ما ترد خلص شباب اتركوا الموضوع انا المهم عندي تاكدت انه انت اللي هددتني هذول رجال الدين يهددون الحريه يهددون حريه الراي هذا رايي اطلع اطلع بالبرنامج ضيف قول أنا انطيني مساحة أرد أنت قلت علي كذا لكن تخابر العالم وتهددهم ولأنه أنت أمين عام حزب وطاب للسياسة تلط يا شيخ فأنا ما أريد الموضوع يكون شخص وياك أنا انتقدت فيديو وهذا برنامجي هو للنقد إذا ما عاجبك تفضل اللي هددت بيه البارحة روح سويه ألو الو شيخ تسمعني؟ الو شيخ أنا أسمعك أنا أسمعك تفضل سولف طالع. أنت أنت جاي طالع برنامج مثلا؟ إي نعم خير وبركة تفضل أولن... سولف أولا أولا أسولف طبعا أسولف ليش ما أسولف؟ أولا أنا لن أحجب المرأة لم أحجب المرأة أنا لا لا حجبتها شنو ما حجبتها؟ حجبتها والدين والدين يقول أنت تغض بصرك ما قال لك حجبها حبيبي نعم. انت تعرف الدين؟ اي نعم اعرف ليش شنو جاهل امي متخلفه اني لو هو الدين حصرا بس علي يلبس عمامه. شباب اريد الصوت ليش الصوت بي مشكله؟ سده؟ يا اخي يعتبرون انه الدين حصري للي يلبس عمامه مو كل من ما لابس عمامه معناتها جاهل بالدين. إذا يريد شيخ وائل الشمري يطلع ويانا بحلقة سكايب مباشرة إحنا ما عندنا مشكلة فهاي رسالة إلك حتى لا تتعذر وتقول الاتصال مو زين وأنت قمعتني بالجولة أبدا البرنامج هذا مفتوح إلك بأي وقت تطلع ويانا بالجو سكايب تقول رأيك تمام؟